citizens. 220 delegates in presence, 50 remotely, from 30 countries. اليوم كنجتمعوا نحتفلوا باليوم العالمي ديال التبريد باش نقوموا بعمليه تحسيس باش نظموا هذا القطاع من اطار القانون، من اطار التعليم، من اطار الامور اللي غادي اللي مختصه بهذا القطاع اللي كيعرف تغيرات تكنولوجيه وتغيرات تكنولوجيه. اليوم كنرحبوا بخبراء من العالم ومن المغرب اللي غادي يناقشوا امور مهمه لهذا القطاع اللي هو مهم للحياة ولكن غير معترف به على الصفة اللي خص يكون عليها. We